اهلا بحضراتكم واحييكم بتحيه الاسلام وتحيه الاسلام. السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما اجمل ان يشيع هذا السلام بين الناس لتهدأ النفوس دائما وتركن الى جانب الطمأنينه والسكينه. فاهلا بحضراتكم في رسائل جديده من رسائل الخير. والنهارده واحنا بنتكلم كعنوان اعتبره لابد وان نعتبره اهم عنوان في حياتنا، الصلاه. الصلاه هي معراج المؤمن الى ربه. الصلاه نور. كيف نقيم الصلاه؟ كيف نخشع في صلاتنا؟ كيف فرضت الصلاه؟ خلونا دي اسئله كتير من خلال هذه الحلقه من رسائل الخير. واسمحوا لي ارحب بفضيل الشيخ حافظ عبد الرحمن حافظ من ابناء الازهر الشريف. شيخ حافظ اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ حسن، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، وسعيد دايما وانا بتكلم معاك. ولما نتكلم عن الصلاه وانا بقول يا سلام، الصلاه دي المفروض تبقى اهم عنوان في حياتنا. صح، هي الصلاة. مش هو ده الاساس، انها اهم عنوان في حياتنا، لانها بالفعل اهم عنوان في حياتنا. الصلاه، ايوه، الصله بين العبد وربه، الدعاء. صح، معراج المؤمن الى ربه. أيوة. والى السماء. قبل ما نتكلم عن الصلاة نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدي وحبيبي محمد، صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حوائجنا وحاجة كل من طلب منا حاجة يا رب العالمين. آمين يا رب. طب إيه أهمية الصلاة؟ الصلاة هي الركن الثاني في أركان الإسلام. بمجرد نطقك للشهادتين فأنت دخلت في الإسلام، إذن عليك أعمال يجب أن تأتيها. طب إيه أهمية الصلاة؟ أهمية الصلاة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم عنها أن الصلاة هي طمأنينة النفس. يعني الإنسان إذا فزعت نفسه وإذا كانت نفسه غير مطمئنة فالصلاة هي الطمأنينة. قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا من الإنسان الوسط في هذه الأمور، الإنسان المتزن إذا حلت عليه هذه الأمور، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إذن أول فائدة من فوائد الصلاة أنها تجعل في توازن نفسي لدى الإنسان، إذا كان في حالة ضيق أو إذا كان في حالة يسر، إذا كان في حالة عسر أو إذا كان في حالة حزن، فكل ده الصلاة هي بتظبط بوصلة الإنسان. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصلاة تحفظ الإنسان من الوقوع في الفحشاء، فلذلك كانت الصلاة لها هذه الأهمية بمكان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهمية الصلاة: إن الله عز وجل كتب على العباد خمس صلوات. إن الله كتب على العباد خمس صلوات. خمس صلوات، فمن جاء بهن كما يحب الله سبحانه وتعالى، غير مستخف بحقها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. إذن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، هذا هو المعنى؟ هو عهد بينه وبين الله. أيوة. الآن. أيوة. الآن. أيوة. الآن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. أيوة. ومن لم يأتي بها وقصر فيها لم يكن بينه وبين الله عهد. أيوة. إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيوة. إذن الصلاة بوابة المرء إلى الجنة، وبوابة المرء إلى الصلة بالله سبحانه وتعالى، طهارة النفس وتزكية النفس. لما كانت الصلاة لها هذه الأهمية العظيمة، كان موقعها في الفرض وموقعها في الفرائض، في أركان الإسلام. أيوة، كان موقعها في الفرائض وكان موقعها في أركان الإسلام الترتيب الأول بعد النطق بعد دخولك الإسلام مباشرة. هي أول عمل، ولذلك لما كان لها هذه الأهمية العظيمة استحقت أن يكتبها الله عز وجل وأن يمليها على نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، كما جاءت الأحاديث بأن الصلاة فرضت في ليلة معراج النبي صلى الله عليه وسلم. فرض الله على أمة محمد 50 صلاة. أيوة، 50 صلاة. وهذه القصة عجيبة جدا. يعني أيوة، يعني قصة فرض الصلاة لما النبي صلى الله عليه وسلم طيب الله خاطره بهذه الرحلة العظيمة التي خلد الله عز وجل ذكرها. ما ودعك ربك وما قلى. أيوة، لما خلد الله سبحانه وتعالى هذه المعجزة وهذه الذكرى في القرآن الكريم، كان من تبعاتها أن الله سبحانه وتعالى أبلغ نبيه أنه فرض على أمته 50 صلاة. والقصة معروفة جدا، أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تلقى هذا الأمر عن الله سبحانه وتعالى وهو نازل بعد أن أنهى هذا اللقاء وبهذه الفريضة العظيمة وهو نازل، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يلتقي مع أخيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيقول له سيدنا موسى: بماذا أمرك ربك؟ فيقول له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي ب50 صلاة. فسيدنا موسى
يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة الناصح، بإشارة الشفوق على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بإشارة ونصيحة المجرب الخبير بالناس. يا محمد ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإني قد جربت الناس قبلك وإني قد عالجت الناس قبلك. ويرجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الناصح وشوف المستنصح. الناصح بين طيات نصيحته في شفقة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حب على أن هم يكون عندهم قدرة على الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. وشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بنصيحة أخيه موسى عليه السلام، لأن عارف أنه هو قد جرب الناس قبله، فدي نصيحة واحد خبير عالج الناس. فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام أخيه موسى عليه السلام ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويدور هذا الأمر حتى تنزل الصلاة من 50 صلاة في اليوم والليلة إلى 5 صلوات. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل في آخر الأمر بعد أن أتم الله سبحانه وتعالى 5 فرائض في اليوم والليلة، يقول أتممت فريضتي 5 صلوات، ولم ينزل الله عز وجل عن ثوابها 50 في العمل و50 في الأجر. وده من رحمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، مع أن الله سبحانه وتعالى حينما فرضها على أمة محمد 50 صلاة، 50 صلاة كان هذا وفق ما يستطيع الناس، لأن الله قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما يسعاه الناس، ولكن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يا أستاذ حسن، صحت نظرة موسى عليه السلام في أمة محمد وفي الناس لما قال له فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد عالجت الناس قبلك. الآن أكثر من 50% من المسلمين حول العالم لا يؤدون الصلوات، وهذا أمر محزن. يبقى سيدنا موسى بنظرة الخبير هذه صحت نظرته في أن الناس لا يلتزمون بالصلاة. طيب في أمر تاني قبل ما نخش في الأمر التاني، اتفضل. يعني صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب صلى الله يأتمم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، صلوا عليه وسلموا تسليما. فاصل ونرجع لكم، خليكم معانا.